نشرة أخبار 1 سبتمبر 2013 على كايرو ستاديوم. أهلا بيكم. في بطولة دوري أبطال أفريقيا انتهت الجولة الرابعة بنتائج سعيدة للمصريين. الأهلي امبارح فاز على اليوبار الكونغولي 2-1. اتقدم الأهلي بجول عبدالله سعيد وإكرام يتألق بالتصدي لضرب الجزاء قبل ما وليد سليمان يعز النتيجة بالجول الثاني. النهاردة الزمالك قدر يتغلب على أورلاندو فايرتس 2-1. جولين الزمالك جابهم أحمد عيد عبد الملك وصلاح سليمان. فوز الزمالك أشعل المنافسة على بطاقات الصعود وفتح كل الاحتمالات من تاني. ترتيب المجموعة حاليا بقى أورلاندو في الصدارة بسبع نقط بتساوي مع الأهلي، وراهم ليوبار والزمالك بأربع نقط لكل منهم. بالأمس اختتمت فعاليات بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة السلة بالمباراة النهائية اللي انتهت بهزيمة منتخب مصر أمام أنجولا 57-40. الهزيمة الكبيرة ما منعتش مصر من التأهل لكأس العالم السنة الجاية بعد غياب 20 سنة. وضح تأثر المنتخب بغياب أهم لاعب في الفريق وائل بدر للإصابة، وتأثر لاعبي الفريق صغيرين في السن نفسيا وبدنيا، خاصة مع تقدم المنتخب الأنجولي القوي وتوسيعه الفارق، علما بأن منتخب أنجولا فاز ب 11 بطولة من أصل آخر 13 بطولة في بطولة أمم أفريقيا للسلة. بعد المباراة ما انتهت تم تتويج لاعب المنتخب الشاب عاصم مرعي بلقب أفضل لاعب ارتكاز في البطولة. منتخب مصر لكرة الطائرة أنهى مونديال الشباب في تركيا في المركز الـ 14 بعد ما خسر من تونس في مباراة تحديد المركزين الـ 13 والـ 14. منتخب مصر خسر من تونس بنتيجة 3-2 في الأشواط. أقيمت اليوم مباراتين مهمتين جدا في الدوري الإنجليزي بين أربع فرق من فرق الصف الأول في إنجلترا. ليفربول كسب مانشستر يونايتد 1-0 وحقق الفوز الثالث على التوالي بنفس النتيجة 1-0، وكلها بأهداف لدانيال ستورج. كده ليفربول تصدر الدوري بعد ما بقى النادي الوحيد اللي حقق العلامة الكاملة وفاز في 3 ماتشات للعيبة لحد دلوقتي. أما أرسنال ففاز على توتنهام بهدف نظيف سجله أوليفييه جيرو اللي سجل ثالث هدف في ثالث مباراة على التوالي. امبارح مانشستر سيتي كسب هال سيتي 2-0 في مباراة شارك فيها أحمد المحمدي طول 90 دقيقة. كده بقى ترتيب فرق الدوري الإنجليزي بعد 3 جولات: ليفربول الأول 9 نقط، الثاني تشيلسي 7 نقط، الثالث والرابع والخامس والسادس مانشستر سيتي وأرسنال وستوكهولم وتوتنهام 6 نقط، والسابع مانشستر يونايتد 4 نقط. واستكمال الأخبار المحترفين، فاز نادي بازل السويسري بمشاركة المصريين محمد صلاح ومحمد النني على يانج بويز متصدر الدوري السويسري، وبكده بازل يقلل الفارق ما بينه وبين يانج بويز المتصدر لثلاث نقط بس. امبارح فريق بيل بيين اللي بيلعب فيه المحترف المصري شريف أشرف اتعادل مع نظيره شافهاوسن في دوري درجة تانية في سويسرا 1-1. نادي ليرز البلجيكي اللي بيلعب فيه حسام غالي وأحمد سمير فرج اتعادل مع فريق ميتشلين بدون أهداف في الجولة الخامسة من الدوري البلجيكي. ناري سويندن تاون الإنجليزي أحد أندية الدرجة الثانية في إنجلترا تعاقد مع اللاعب الدولي المصري دودي الجباز. الجباز اتنقل من ليرز البلجيكي لسويندن تاون الإنجليزي في عقد يناير 2014، وفي بند في عقد اللاعب مع النادي يتيح للنادي مدة تعاقد لسنة إضافية. في الدوري الإسباني فاز ريال مدريد على أتلتيك بلباو في الجولة الثالثة بنتيجة 3 أهداف لهدف واحد في مباراة صباحية على عكس عادة مباريات الليجا. أحرز ريال مدريد هدفين إسكو وهدف رونالدو، بينما أحرز هدف بلباو إيفاي جوميز. بالنتيجة دي ارتفع رصيد ريال مدريد للنقطة 9 في المركز الثاني مؤقتا بفرق أهداف عن فياريال. أما في إيطاليا قرر يوفنتوس فوزه على لاتسيو بربعية في المباراة اللي أقيمت بينهم أمس في الجولة الثانية من الدوري الإيطالي. أهداف يوفنتوس سجلها أرتورو فيدال هدفين وفوزينيتش وكارلوس تيفيز هدف، وهدف لاتسيو سجله الألماني المخضرم ميروسلاف كلوز. وفي تاني اختبار للمدرب الأسباني رافائيل بينيتيز انتصر نابولي على كييفو فيرونا خارج أرضه بأربع أهداف لهدفين. أهداف نابولي سجلها ماريك هامسك هدفين وخوزي كايخون وجونزالو هيجوين هدف لكل منهم، وهدفين كييفو سجلهم ألبرتو بولوسكي. كنتم مع أخبار 1 سبتمبر 2013 على كايرو ستاديوم، قدمها ليكم عمرو فكري.